Share record. Recording in. موسى الآن أنت الهوست. أوكي. إذن هذا هو الفكرة، أنه أنت لازم تأخذ يعني في pressure build-up test أنت لازم تأخذ تأثير عمليات الإنتاج قبل الغلق على الـ pressure behavior بعد الغلق. هذا اللي superposition theory اللي تنص عليه، أنه الـ pressure behavior بعد عمليات الغلق يتأثر بعمليات الإنتاج قبل الغلق، وعليه لازم نأخذ بنظر الاعتبار معدلات الإنتاج قبل الغلق والفترة الزمنية اللي استمرينا بها بعمليات الإنتاج. هذا اللي نسميه TB، Production Time Before Shutdown. وطبعاً الفلو ريت لازم نعرفها، اللي هي Average Flow Rate راح نأخذها. يعني ثلاث نقاط ركز عليها، إنه إيش قد عندك TP قبل الغلق، وإيش قد الفلو ريت أو الأفريج فلو ريت قبل الغلق، والنقطة الأخرى إيش قد هو البوتوم هول فلو بريشر آت ذا مومنت أوف شاتل، اللي هو بي دبليو اف آت دلتا تي إيكوال تو زيرو. هسه إذا أنا عندي هاي المعادلة، إنه الضغط بي دي اس شاتل بريشر، هذا هو يجي من تو تيرمز. الضغط كما لو أن عمليات الإنتاج استمرت من تي بي ودلتا تي، مطروح من عند الضغط بعد عمليات الغلق فقط. الضغط وكأن عمليات الإنتاج استمرت تي بي مع دلتا تي، اللي هي دلتا تي شنو هي شاتن تايم، مطروح من عند الضغط أثناء عمليات الغلق فقط. هذا يعطيك الشاتن بريشر. بالحقيقة هي دلتا بي 1 ماينس دلتا بي 2. دلتا بي 1 هو تي بي بلس دلتا تي، ودلتا بي 2 هو دلتا تي فقط. هذه المعادلتين بالامكان نكتبها بالشكل التالي. يعني اذا رجعها مثل ما قلت لكم التي بي، هذا لازم تنتبهوا له. التي بي شنو هي التي بي؟ التي بي هي الكمراتيف برودكشن. اذا ما معطات لك او ما معطات لك بالسؤال، فالتي بي هي عباره عن الكمراتيف برودكشن مقسوم على الفلوريت اللي هو افريج فلوريت. طبعا هاي راح تطلع عندك بالاورز، تضربها في 4 بالديز، تضربها في 24 تتحول لك للاورز، لان احنا نستخدم عاده بالويل تيستين نستخدم تي اورز. لما تقسم الكمالتيف برودكشن اس تي بي مقسوم على الافريج فلوريت اللي هي اس تي بي بير داي، الناتج راح يكون دايز، لكنه احنا بالتحليل نحتاج تي اورز، فلازم نحول الدايز الى اورز نضربها في 24. الآن إذا جينا للمعادلة الأولى، هذه المعادلة الأولى اللي هي BD البريشر TB بلس دلتا T لكل الفترة الزمنية، هذه المعادلة الأولى تكتب بالشكل التالي. لما نجي مرة أخرى لما نرجع إلى الحل اللي وضحت لكم إياه، الحل للديفيزيبيتي إيكويجن اللاين سورس سوليوشن، البي دي شو يساوي لنا؟ نصف اي اي تي ار دي سكوير ديفايدد باي 4 تي دي. وقلت لكم انه الاي اي عندنا ثلاث طرق لحسابها. واحده من الطرق لما نحكي على البي دبليو اف ناخذ اللوغاريتمك ابروكسيميشن، فهذا هو اللوغاريتمك ابروكسيميشن للجزء الاول. واذا تلاحظ انا ايش عندي تي بي بلس دلتا تي، الضغط لكل الفتره الزمنيه عمليات انتاج وغلق. الثاني لا، للغلق فقط. فإذا شوف موجود عندي دلتا تي فقط هنا. زين، ما احنا قلنا هذا مطروح من عند الثاني. إذا لما أجي أسوي رياضيا عاملها رياضيا، راح ايش يكون عندي؟ نصف لين تي بي بلس دلتا تي بلس 0.8907 ماينس اس، مطروح من عند ناقص نصف لين تي دي دلتا تي 0.809 ماينس سكن فاكتور. وين سكن فاكتور تروح؟ ايش راح يكون عندي بالضبط؟ راح يكون عندي لين تي بي بلس دلتا تي ماينس لين دلتا تي. الان لما عدت اذا تذكرون لوج اكس على لوج واي، هذه عباره عن لوج اكس ماينس لوج واي. زين، لما عندك لوج اكس ماينس لوج واي، هذه ممكن تكتبها لوج اكس على واي.
نفس الشيء الان عندي عندي لين تي بي بلس دلتا تي ناقص لين دلتا تي، اذا هذا ممكن اكتبه لين تي بي بلس دلتا تي ديفايدد باي لين تي. فهذا اللي سويناه هنا، هذا اللي سويناه هنا. الان هذا ناتج عمليه الطرح بين ذني الجهتين احولها الى ريال تايم بارامترز. ريال تايم بارامترز راح تعطيك هذا الشكل، انه الضغط في اي فتره زمنيه بعد عمليات الغلق هو عباره عن افريج ريزرفر بريشر ماينس 70.6 كيو بي كي اتش لين تي بي دلتا تي ديفايدد باي دلتا تي. وهذا ممكن نحولها الى بدل اللين نحولها الى لوج، راح تكون بي دبليو اس الضغط في اي فتره زمنيه بعد الغلق افريج ريزرفر بريشر ماينس 162.6 كيو بي كي اتش لوج تي بي دلتا تي بلس ديفايدد باي دلتا تي. إذا أباوع على هذه المعادلة، هذه هي معادلة خط مستقيم مرة أخرى. هاي معادلة خط مستقيم بين منو منو؟ من يقول لي؟ هذه معادلة خط مستقيم بس بين منو منو؟ من يقول لي؟ هذه يعني البي البي دبليو اس نعم بين البي دبليو اف والتايم يا تاي من هو قل لي علي شنو هو التاي هنا؟ التي بي زائد دلتا تي على دلتا تي. نعم صحيح تماما. اذا لما اجي ارسم سمايلوج بلوت سمايلوج بلوت بس هالمره مو تي لا سمايلوج بلوت تي بي بلس دلتا تي ديفايدد باي دلتا تي ويا من ويا البي دبليو اس شو يطلع عندي؟ يطلع عندي خط مستقيم. الخط المستقيم ميله شنو؟ هذا الميل مالته. تشوف شلون عيني؟ هذا الميل مالته. ونفس الشيء اذا حولته الى دلتا دي هم راح يطلع عندي خط مستقيم. فاذا الفكره هنا انه انت التي تايم اكسس اللي هو الاكس اكسس مالتك هو مو الزمن بس لا، وانما هو تي بي اللي هو فتره الانتاج قبل الغلق بلس دلتا تي فتره زمنيه بعد الغلق مقسومه على دلتا تي. هذا الزمن هذا اللي هو تي بي بلس دلتا تي ديفايدد باي دلتا تي هذا نسميه هورنر تايم. يعني هي الطريقه بالكامل هي الطريقه مقترحه يعني هي بريزنتد باي هورنر. فتي بي بلس دلتا تي ديفايدد باي دلتا تي هو هذا هورنر تايم. اذا لما نحكي نقول نرسم هورنر تايم ويا البي دبليو اس راح يعطيني خط مستقيم يمثل لنا الانفينيت اكتر لاين. ميل الخط المستقيم هذا نستخدمه في حساب النقاط. ميل الخط المستقيم هذا نحسبه نستخدمه في حساب هذا. يعني بشوف عيني لما تيجي ترسم بي دبليو اس بي دبليو اس ويا هورنر تايم اللي هو تي بي بلس دلتا تي ديفايدد باي تي بي تي بي بلس دلتا تي ديفايدد باي دلتا تي. اعتقد هنا اكو خطا، هذا لازم يكون دلتا تي بس انا اغيرها ان شاء الله. راح يكون عندك هذا الشكل، هذا هو الانفينيت اكتر لاين. بشوف شلون. بس هنا نقطه مهمه، من ترسم هورنر بلوت من ترسم هورنر بلوت وتستخدم هورنر تايم اللي هو تي بي بلس دلتا تي ديفايدد باي دلتا تي سوي ريفرس اوردر للاكس اكسس. سوي ريفرس اوردر للاكس اكسس بشوف هنا عندك ايش بادي؟ بادي بال 100000 ومنتهي بالواحد. من ترسم هورنر بلوت بعد ما ترسم الاكس اكسس سوي ريفرس اوردر. واضحه هاي؟ هسه انا من اشتغل على اكسل شيت راح اوضح لكم اياها شلون نسوي ريفرس اوردر. ابدي من اعلى دوره يعني؟ ها عيني؟ ابدي من اعلى دوره. تبدي من اعلى اي من اعلى قيمه للتي. ما هي اعلى قيمه راح تصير عندك اعلى قيمه هي تناظر اقل قيمه، يعني اعلى قيمه لهورنر تايم هي تناظر اصغر قيمه لدلتا تي. تشوف شلون؟ اصغر قيمه دلتا تي راح تعطيك اعلى قيمه الهورنر تايم. ليش؟ لان عندك تي بي، شوف تي بي زائد 0.01 مقسوم على 0.01، خلينا نقول تي بي 100 100 زائد 0.01 مقسوم على 0.01 راح يعطيك 10000. لما يكون دلتا تي قليل اصغر قيمه لها 0.01 خلينا نقول، ف100 زائد 0.01 مقسوم على 0.01 راح يطلع تقريبا 10000. بس لما عندك الزمن مالتك الشتن تايم 100 ايش راح يكون عندك؟ 100 زائد 100 مقسوم على 100 نصف. فالهورنر تايم بالضبط عكس الدلتا تي. لما تكون دلتا تي قليله
الهورنر تايم راح يكون عالي جدا. لما يكون دلتا تي عالية الهورنر تايم راح يكون قليل. ولذلك هنا تنتبهون الانفينيت اكتن لاين والويل باور ستورج. الويل باور ستورج مو تقول لي والله ورا هو صحيح احنا عندنا نشوف الانفينيت اكتن لاين احنا هم راح نشتغل على العشرة هذا هنا. بس الويل باور ستورج راح يكون عندك وين؟ لما يكون عندك الهورنر تايم عالي جدا. مو 0.1 او 0.01 مثل البريشر درو داون لا. ليش؟ لان القيم العالية الهورنر تايم هي اللي تقابل دلتا تي قليلة. فانت تشتغل على الويل باور ستورج هنا. الانفينيت اكتن لاين هنا ايضا قريب على 10 قاعده الانفينيت اكتن لاين. الان تحسب الستوب تروح تحسب من عند النفاذيه. هاي النفاذيه هنا النفاذيه. اكو سؤال؟ نعم دكتور. يعني هاي شنو تفسيرها يكون تاثير الويل باور ستورج هيك يعني عالي؟ ما لها يعني ما لها معنى فيزيائي. احنا الويل باور ستورج شو وقت يصير عندك دكتور؟ احنا مثل ما قلنا انه بالبدايه انه ما اسوي فحص بالبدايه ما اسوي فحص. اها يعني دلتا تي الشق قيمتها ايش قد؟ يعني تقريبا فد اقل كنا نقول اقل من 7 ساعات تقريبا. اقل من واحد تمام. نعم هذا الاقل من واحد من تحولها الهورنر تصير قيمه كبيره جدا. نعم دكتور. هاي شغله رياضيه مو فيزيائيه. تمام دكتور. هاي شغله رياضيه ماث نو مور ذان يعني مو ما يعني فيزيكلي احنا نعرف تاثير الويل باور ستورج بس هاي شغله رياضيه. تمام دكتور. اذا السلوب مال انفينيت اكتن لاين هذا هو اللي نستخدمه كحساب النفاذيه. ونفس الشيء هنا وين لما تيجي تحسب السكن فاكتور. انتبهوا لي شباب لما تريد تحسب السكن فاكتور احنا بندرو داون السكن فاكتور نحسبه وقت قاعدين ايش وقت نحسب السكن فاكتور بي دبليو اف ات 1 اور. نفس الشيء بس انت مو تجد الواحد هنا لا انت لازم تحول دلتا تي 1 اور الى هورنر تايم. هورنر تايم شنو هو؟ تي بي بلس دلتا تي ديفايدد باي دلتا تي. انت مو عندك تي 1 اور. طلع لي هورنر تايم لما تي تساوي لنا واحد ساعه واحده. بس راح تقول تي بي اللي خلينا نفترض هي 100 زائد 1 على 100. فمن تجي السكن فاكتور تحسبه لا تحسبه عند تي 1 اور لكن مو من تي 1 اور نفسه وانما من هورنر تايم لما تي 1 اور. واضحه هاي شباب؟ واضحه هاي دكتور واضح. اذا هذا اذا شوف مثلا تي بي دلتا تيجي وتطلع فوق الالف اقل من 10000 المهم ادبر ذا فاليو وتروح ايضا للانفينيت اكتن لاين تطلع ما يعرف بالبي دبليو اس 1 اور. هذا هو وين راح تخليه بالمعادله مال السكن فاكتور وتستخدمها. بالمناسبه فاتني اقول انه بالبلداب تيست احنا نستخدم بي دبليو اس مو دلتا بي. بي دبليو اس مو دلتا بي. ممكن نستخدم دلتا بي؟ نعم ممكن. مره اخرى بالبلداب تيست مو مثل الدرو داون. الدرو داون نستخدم دلتا بي. بالبلداب يفضل استخدام بي دبليو اس. الضغط مو دلتا بي. الضغط مو دلتا بي. خوش هسه عرفنا شلون نحسب النفاذيه وعرفنا شلون نحسب الويل باور ستورج. الان الويل باور ستورج سكن فاكتور الويل باور ستورج كوفيشن هنا لازم تحسب دلتا بي. خوش هسه دلتا بي بالدرو داون شلون كنا نحسبها؟ من يقول لي بالدرو داون شلون نحسبها؟ شلون كنا نحسبها بالدرو داون؟ ها من يقول لي؟ دكتور عيد السؤال بلا زحمه. هسه احنا نريد نحسب الويل باور ستورج كويفيشنت بالبلداب. نعم دكتور. حتى نحسب الويل باور ستورج كويفيشنت اذا تذكرون بالدرو داون كنا نسوي نرسم دلتا بي. دلتا بي. نعم دكتور. طبعا احنا حسبنا دلتا بي. شلون حسبناها دلتا بي؟ البي افريج او البي انيشيالي ناقصا الضغط في اي نقطه زمن. مو تمام كنا نسوي؟ نعم دكتور. زين هنا بالبلداب تيست انت ما عندك البي افريج. دلتا بي شو تساوي هنا؟ تساوي البي دبليو اف؟ لا دلتا بي هنا تحسب. إذا كنت قلت لكم انتبهوا لي للبي دبليو اف هذا مو منتظر شتن
هنا دلتا بي هي عبارة عن الضغط at each time step بعد الغلق مطروح من عنده ال BWF at the moment of the shuttle بلحظة الغلق. فدلتا بي هنا تختلف عن الدروداون. هنا الضغط في أي زمن مطروح ناقص الضغط at the moment of the shuttle. هذه هي دلتا بي. ولما تحسب الويلبر ستورد لا تستخدم هورنر تايم، لا استخدم الزمن ويا دلتا بي بلوج لوج فلوت. الزمن ويا دلتا بي اللي هو دلتا بي دبليو اس اون لوج لوج فلوت، حتى شنو؟ حتى تحسب الويلبر ستورد كوفيشنت. واضحه هاي يا شباب؟ ان شاء الله دكتور. اذا هسه عرفنا شلون نحسب النفاذيه، وشلون نحسب السكن فاكتر، وشلون نحسب الويل وور ستورج كويفيشنت. النقطة الرابعة شلون نحسب بي افريج. خوش احنا البي افريج شو وقت نوصله؟ عندنا الان اغلقنا بير، اغلقنا بير اغلقناه، شو وقت نوصل للبي افريج؟ بعد وقت طويل من الاغلاق. بعد وقت طويل، بعد وقت طويل، بعد فترة زمنية طويلة، بعد فترة زمنية طويلة نتوقع انه الضغط، طبعا مثل ما قلت لكم لما نغلق البئر الضغط يبدي يزيد، يبدي يزيد بعد فتره زمنيه طويله، هذا الضغط قد يصل الى الافرج ريزرفر بريشر، رغم انه احنا نعرف كل زين انه هذا قد لا يكون ريلي افرج ريزرفر بريشر، لكن راح تكون قيمه قريبه عليه. زين ايش قد هذا الوقت الطويل؟ اسبوعين، ثلاثه، شهرين، ثلاثه، سنتين، ثلاثه، ما نعرف، ما نعرف، يعتمد على خصائص الطبقه المكمنيه. فش قلنا؟ قلنا ان خلينا نفترض انه احنا سدينا البير فور انفينيت تايم، هسه بعد اكو اكثر من الانفينيت تايم، انفينيت تايم. زين لما يكون عندك فتره الغلق انفينيت تايم، هورنر تايم ايش راح يكون؟ من يسوي يقول لي احنا شنو هو الهورنر تايم شباب؟ الهورنر تايم شنو هو؟ الهورنر تايم تي بي بلس دلتا تي ديفايدد باي دلتا تي، مو هو هذا الهورنر تايم؟ زين نعم. هسه دلتا تي قلنا افترضناها دلتا، احنا ما نعرف ايش قد دلتا تي حتى نوصل للحدود، لكن خلينا نفترض ان دلتا تي راح تروح للانفينيتي، دلتا تي راح تروح للانفينيتي، ايش قد راح يكون هورنر تايم اللي قابل دلتا تي انفينيتي؟ ها وينهم جماعة الرياضيات؟ انت عندك هذا هو الهورنر، هورنر تايم، هذا هو الهورنر تايم. الان دلتا تي راحت للانفينيتي، صارت انفينيتي، ايش قد يكون هورنر تايم؟ صفر. اشرح لي اياها، اشرح لي اياها. اي دلتا تي اذا انفينيتي تساوي صفر بالمقام، يعني قصدي المقام اذا كان انفينيتي القيمه صفر. مو والفوق ايش عندك؟ البسط هم اثنين دلتا تي تساوي انفينيتي. اي انفينيتي زائد تي بي ايش قد يصير؟ انفينيتي زائد تي بي. وحسب هاي ما تنجمع هاي. هم انفينيتي، هسه انفينيتي وكملها واحد هم انفينيتي. واحد يعني. انفينيتي وكملها مليون هم انفينيتي. واحد يعني. يعني انفينيتي على انفينيتي. انفينيتي على انفينيتي شنو يعني؟ واحد يعني. واحد. هاي النقطة. إذا بهورنر تايم، بهورنر تايم. إنما تروح للواحد، هذا يمثل عندك شنو؟ أطول فترة زمنية اللي ممكن نوصل بها الأفريج ريزرفر بريشر لما يكون هورنر تايم واحد، هذا هو الواحد، مو تمام؟ تجي تصعد من الواحد والخط مالتك الانفينيت أكتل لاين تسوي له إكسترابوليشن المهم للواحد وتقرأ قيمة الضغط منه، هذا هو يمثل لك احنا نسميه بي ستار، بي ستار، هذا نفضل نسميه بي ستار. شنو هو البي ستار؟ يا اما افريج ريزرفر بريشر يا اما انيشال ريزرفر بريشر، اما افريج ريزرفر بريشر او انيشال ريزرفر بريشر. ريلي يعني هل هو فعلا هذا افريج ريزرفر بريشر؟ لا، هو قيمه قريبه عليه، قيمه قريبه عليه. هسه واضحه شباب احنا شو ندور من البلدار تيست النفاذيه؟
السكيل فاكتور، الويل بور ستورج كويفيشنت، والبي افريج. واضحه شباب؟ اكو سؤال دكتور؟ بس شويه فصل ثانيه، يعني البي اي نحسبها عند الاونر تايم واحد يساوي عند هورنر تايم واحد على نعم. اساس شنو الفيزيكال مينين؟ الفيزيكال مينين الفيزيكال اكسبلينيشن انه احنا نوصل للبي افريج بعد فتره زمنيه طويله. ايش قد هاي الفتره الزمنيه الطويله؟ ما نعرف، لكن خلينا نفترض انفينيتي. اذا عندي دلتا تي انفينيتي راح يكون عندي هورنر تايم واحد. ليش؟ لان تي بي بلس انفينيتي انفينيتي مقسومه على انفينيتي، انفينيتي على انفينيتي واحد. فاذا هورنر تايم واحد يعطيك البي افريج. نعم. اكو بعد سؤال؟ اكو بعد سؤال؟ اكو بعد ماكو سؤال؟ خوش يلا خلنا امسح هاي واستمر. اذا هذا هو شرح الاكستراكوليشن بريشر لما تي بي بلس دلتا تي ديفايدد باي دلتا تي الواحد يعطيك الافرج ريزرفر بريشر. وهذا ايضا مثل ما قلت لكم يعني القيمه احنا يفضل انه نسميها بي ستار، ما نسميها البي افريج. هذه قيمه قد تكون هي قريبه عن البي افريج او الانيشال ريزرفر بريشر. هذا ايضا توضيح للمفاهيم شو وقت تكون بي ستار هي قريبه على البي افريج وشو وقت تكون قريبه على الانيشال ريزرفر بريشر. لما يكون عندك باوندد ليميتد ريزرفر بالتاكيد احنا بدنا نقترب للافريج مو للانيشال. زين لما يكون المكمن كبير جدا احنا نقترب للبي اي مو للبي اي. لما يكون المكمن سبورتد باي سترونج ووتر اكوفا احنا نقترب المن للبي اي مو للبي افريج. فتعتمد حسب نوع المكمن اللي عندك. زين شلون نحسب السكن فاكتور؟ مثل ما قلت لكم تاخذون دلتا تي واحد تحسب الهورنر تايم عند الواحد عند يعني الهورنر تايم عند دلتا تي ايكوال تو 1 ومن الهورنر تايم واحد تروح عفوا من الهورنر تايم المقابل لدلتا تي ايكوال تو 1 تروح تحسب بي دبليو اس 1 اور وتخليه بهذا المعادله بي دبليو اس 1 اور مطروح منه منه مطروح من عنده بي دبليو اف ات ذا مومنت اوف ذا شتل بي دبليو اف ات ذا مومنت اوف ذا شتل. زين وبالنسبه للسيل والبر ستورج كويفيشنت مثل ما قلت لكم هذه راح ترسم لوج لوج بلوت بين منو منو مو هورنر تايم لا لا تستخدم دلتا تي نفسها ويا دلتا بي دبليو اس. دلتا بي دبليو اس شلون تنحسب؟ الضغط في اي نقطه مطروح منها البي دبليو اف ات ذا مومنت اوف ذا شتل. هذه هي الويلبر ستورج كويفيشنت وهذه رسمتها. ده شوف عيني هذا الرسمه هذا دلتا تي مو هورنر وهذا دلتا بي دبليو اس راح يكون بهذا الشكل خط ميله واحد هو راح يستخدم في حساب الويلبر ستورج كويفيشنت. هذه كل تفاصيل هورنر بلوت او هورنر تكنيكس فور بريشر بيلد اب اناليسيس. الان راح نروح الى الطريقه الثانيه للبريشر بيلد اب تيست. قبل ما اروح للطريقه الثانيه اكو سؤال على هورنر بلوت هورنر تكنيك؟ تحبون نحل لنا سؤال هسه وقبل ما نروح للطريقه الثانيه؟ اي دكتور افضل افضل اي دكتور افضل لنا خلنا نشوف. موسى موسى عيني موسى موسى تسمعني؟ موسى نعم وياك دكتور. موسى رجعني هوست عيني رجعني هوست. اوكي دكتور رجعتك دكتور. اي عيني اوكي شكرا شكرا جزيلا. زين هسه انا عندي شغله اللي اسويها وبعدين اروح لكم للمثال.
اوكي اخذت السناب شوت للحضور خلاص اللي ما موجود بعد يسقط حقه. فاذا خلي اشوف المثال اللي دكتور دكتور انا بس باقر عابر قبل شوي اتصل علي قال عندي فصل النت. باقر عابر؟ اي نعم دكتور. يعني انتبهت له يدخل ويرجع يدخل وما يخالف اخذ اخ ما يخالف. اي والله دكتور خليه على بالك ان شاء الله. يعني تشوفون الاكسل شيت قدامكم شباب؟ تشوفون الاكسل شيت؟ نعم نعم دكتور. خوش خلي هسه هذا هو اللي عندنا، هذا هو اللي عندنا، هاي بيانات منطيني اياها ار دبليو فورميشن ثيكنس بوروسيتي فيسكوزيتي توتال كومبرسيبيليتي اويل فورميشن فوليوم فاكتور فلو ريت اباو انتبه للفلو ريت جيفن افريج فلو ريت جيفن بي دبليو اف ات ذا مومنت اوف ذا شاتن. انتبه لهاي مهمه جدا. بي دبليو اف هذا مومنت اوف ذا شاتن منطيك اياها ومنطيك الكمالاتيف برودكشن. خلي اوخر الاشياء اللي المفروض انت تحسبها. ليش اكو اشياء المفروض انت تحسبها؟ هذه راحت هذه هذه بعدين نحسبها زين عيني. هذا اللي خلي كلهن اوخرهن على اعتبار هذا حل. الرسومات راح ايضا اوخرها حتى نعيدها وياكم مع بعض. هذه خل اوخرها ما نحتاجها الان. شنو بعد؟ هذه الحلول القديمه ايضا اوخرها كلها ما نحتاجها الان. شنو بعد عندنا؟ هذا الرسمه اوخرها الان ايضا. بعد شنو عندي؟ هذه ايضا الرسمه ما احتاجها الان. سوي تنظيف. هذه أيضا هذه محتاجة هذه محتاجة هذا أيضا ما أريد نفسه. فإذا إحنا أوكي هسه صارت عندي صفحة نظيف. إذا أنت عندك هذه هي البيانات اللي تخص الطبقة المكمنية والموائع، وهذه هي تسجيلات الضغط مع الشتن تايم دي تي اللي هي دلتا تي دلتا تي دي تي او دلتا تي اللي هي شنو هي الفتره الزمنيه بعد الغلق. فانت قايس الضغط بعد الغلق بفترات زمنيه مختلفه. شغلتين لازم شغله واحده مهمه جدا تنتبه لها. شلون ايش قلت هو التي بي؟ التي بي هنا ما معطى فلازم تحسبه. التي بي هذا مهم جدا. التي بي مثل ما قلت لكم شو يساوي لك؟ يساوي لك الكمالاتيف برودكشن اللي هو هذا مقسوم على الفلوريت هذا مضروب في 24 حتى تحوله الى ساعات. اذا هذا هو التي بي، هذا هو التي بي مالك. شوف عيني هذا هو البرودكشن تايم، هذا هو البرودكشن تايم. هذا البرودكشن تايم هسه راح تستخدمه بشنو؟ بحساب هورنر تايم. هورنر تايم شنو هو؟ تي بي بلس دلتا تي ديفايدد باي دلتا تي. هذا هو هورنر تايم. فاذا هورنر تايم الكل هو تي بي، هذا التي بي وتخلي له اف 4 لان هذا ثابت زائدا دلتا تي. اغلق القوس قسمه مره اخرى على دلتا تي. هذا هو عندك هورنر تايم وسويها للكل. تشوفون عيني هورنر تايم بالبدايه عالي جدا وبالاخير قليل، لان هورنر تايم هو عكس الدلتا تي. يعني لما يكون عندك هورنر تايم عالي هاي معناها عندك ايرلي بريشر داتا، لما يكون عندك هورنر تايم قليل هاي معناها عندك انفينيت اكتن لاين او بسيدو ستدي ستيت فلو. فالهورنر تايم هو عكس دلتا تي. خوش هسه هاي انتهينا معك. الان تيجي ترسم الهورنر تايم ويا الضغط بي دبليو اس مو دلتا بي. نوخر ذني ما اريدها هذا ما اريدها.
هسه هذا select data add هذا هنا الاكس اكسس اللي هو هورنر تايم، الواي اكسس اللي هو البي دبليو اس مو دلتا بي، بي دبليو اس. زين عيني. اذن هذه هي بياناتك. مره اخرى هذا لازم شي يكون سيماي لوج بلوك، الهورنر تايم لازم يكون سيماي لوج بلوك. فاصبح عندي هذا الشكل تشوفون عيني. الشغله الاخرى لما تشتغل على الهورنر بلوت تسوي له انفيرس، اها سوي ريفرس اوردر للاكس اكسس حتى يصير مشابه لنا، الغايه انه الشكل يصير مشابه لنا للدرو داون. فهنا تجي values in reverse order. See values in reverse order. See هسه صار تقريبا هو مشابه للدرو داون، تمام؟ لان احنا محتاجين على هذا الشكل بالدرو داون، محتاجين على هذا الشكل بالدرو داون. زين هسه قضايا ترتيب انه اوضح حتى توضح لكم. هذا شويه نكبره ذاك نصغره، هذا واضح صار. هسه هذا هم شويه نرجع نكبر اماتيه. زين شنو بعد عندنا؟ ذني كبرهم حتى تشوفون زين. اجي هنا طبعا هاي الشغلات انا اسويها ممكن انت يعني ويا الوقت تتعلمها. ها قل له نو بوردر مريد الفل خلي نفسه ازرق ما في مشكله. اذا بعد شنو عندي؟ بعد عندي ذني مثلا خلي اضيف الاكسس تايتلز. الاكسس تايتلز هنا من هو اللي هو تي بي بلس دي تي ديفايدد باي دي تي اللي هو منو؟ هورنر تايم. هذا هو هورنر تايم. وهنا ايش عندي؟ بي دبليو اس بي اس اي ضغط مو دلتا بي. هذا خلنا مكبره حتى تشوفوا زين، ونرجع لهذا ايضا مكبره حتى يكون واضح. بعد شنو عندنا نسوي؟ ضفنا ذني خلنا نوضح الجريدز. فورمات جريد لاين نسويها بلاك، وهذا ايضا نسوي بلاك مره اخرى. واقدر اضيف شنو؟ اضيف الماينرز. الماينرز بالجريد لاينز هنا فيرتيكال هوريزونتال راح يطلع لي الماينرز. الماينرز ايضا راح اوضحها اللي نسويها مثلا لايت بلو، وهذا ايضا لايت بلو. فاذا الان انتهينا. اذا تريد هذا تلونه شكو بيها خلي له في السوليد فيل ازرق هوايه شيء مثلا. وايضا ممكن تلون الاشياء الاخرى يعني انت ورغبتك يعني سب تو يو. اوكي يس فورمات بلوت اريا سوليد فيل هذا اللون، وهذا خليه اوكي. اذا هذه هسه الرسمه. اذا هسه وين الانفينيت اكتن لاين وين الويل بور ستورج؟ من يقول لي وين الانفينيت اكتن لاين وين الويل بور ستورج؟ الويل بور ستورج قلنا القيم العاليه راح يكون، تمام. وين الانفينيت اكتن لاين؟ الانفينيت اخذ خط مستقيم اي يكون بالنهايه تقريبا. هم مرة أخرى بين العشرة، هم بالعشرة هم هو الشغلة اللي تفيدنا أيضا راح يكون قريب العشرة. نعم نعم دكتور. فإذن أني أجي أدور على الإنفينيت أكتن لاين. إذن هذا هو الإنفينيت أكتن لاين تقريبا، هذا هو الإنفينيت أكتن. بس يمكن يراد نزيد الرينج من ناحية إيه بالنسبة للواي أكسس يراد نغير الرينج. هسه راح أغيره. إذن هذا أجي أسوي له فورمات حتى أكبره وأغير لونه. شوفونه بوضوح سوي لون أحمر. هسه أجي أغير الواي أكسس أقول له صير مثلا 3800. عفوا أنا غيرت ال المينيمم يبقى صفر
وهذا هو هذا من هو وأبسط وأبسط لحظة شوي أنا أريد أغير الـ X-axis هذا عفواً الـ Y-axis هذه أسويها 3800 أوكي ليش ها لازم أغير الـ هذا المينيمم أيضاً عد المينيمم بجد بعد بشنو المينيمم 3050 هذا خلينا نسويه 3000 نسوي هذا نسوي 3000 وهذا نسوي هذا نسوي 3500 تمام زين هسه هذا اجي اسحب هنا واحاول نسوي البيست فيت من الواضح انه هذه النقاط اللي بالاخير تمثل الريزرفر باوندري احنا الان ما نريد نحشي عنها فاذا هذا هو الخط المستقبلي